السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلبة الصف الخامس الابتدائي. النهاردة هنبدأ معاكم درس جديد، المساحة وحدة. تعال نبص كده مع بعض. هنا قبل ما ناخد المساحة نفكر نفسنا ايه الفرق ما بين كلمة محيط أو المساحة. هو المحيط هنا يا مستر بيكون عدد الوحدات المتساوية، خلي بالك من كلمة متساوي، لطول الخط الذي يحيط بالشكل، أو ممكن بتعريف تاني يقول لك ايه مجموع اطوال اضلاع اي شكل، سواء شكل احنا عارفينه مستطيل او مربع، او شكل ايه خماسي رباعي اي شكل. المحيط هنا بنجمع الاضلاع كلها، بنمشي كده نحدد كده الاطار الخارجي، نجمع الضلع ده مع الضلع ده مع الضلع ده مع الضلع ده مع الضلع ده، ده بيديني المحيط. اما المساحة بيكون هنا عدد الوحدات المتساوية التي تغطي سطح الشكل. خلي بالك برضو من كلمة الوحدات المتساوية. وحدات قياس الطول هنا يا مستر، احنا زي ما اتفقنا ان الكيلومتر بيكون في 1000 متر. طب يا مستر الديسي في كم سنتي؟ في 10. تمام. طب والمتر في كم ديسي؟ 10. طب المتر يا مستر عايز احوله للسنتي، يبقى في 100 سنتي. طب والسنتي في كم ملي؟ 10. واحنا اتفقنا في التحويلات ديت من الترم الاول لسنه 5 ان اما بحول من كبير لصغير بضرب، ومن صغير لكبير بقسم. تعال نبص كده في الشريحه اللي بعدها. وحدات قياس المساحه. المساحه يا مستر بقيس هنا كيلومتر مربع، اختصارها كاف ميم اس 2. يبقى من كيلومتر مربع يا مستر لمتر مربع اما بضرب في 1000 في 1000 بيديني مليون. اما لما بيكون عندي متر مربع لديسي متر مربع بضرب في كام؟ في 100. طب متر مربع يا مستر لسنتيمتر مربع بضرب 100 في 100 يديني 10000. النقطة اللي بعدها ديسي متر مربع يا مستر في، عايز احوله للسنتيمتر مربع هحول اضرب في كام؟ في 100. طب من سنتيمتر مربع للمليمتر مربع هنضرب برضه في كام؟ في 100. تمام. تعال نبص بقى في الشريحه اللي بعدها. المستطيل هنا، تعال ما نفتكر قانون المستطيل عشان بيجي برضه في الامتحانات. المستطيل هو شكل رباعي من ضمن الاشكال الرباعيه اللي بيكون فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين في الطول وزواياه الاربعه قوائم. محيط المستطيل سنة 5 زي ما احنا عارفين ان الطول زائد العرض الكل في 2. تمام. يبقى هنا الطول اللي هنا زائد العرض الكل في 2. طب انا مثلا لو انا محتاج الطول المستطيل او عرض المستطيل بس ومدينه المحيط والعرض، بقول نص المحيط ناقص العرض. طب انا لو محتاج العرض بقول نص المحيط برضو ناقص الطول. خلي بالنا سنة 5 ان القوانين دي مهمة ولازم نحتاجها ونكون مذاكرينها كويس جدا. مساحة المستطيل سنة 5 زي ما احنا عارفين انه بتساوي الطول في العرض. طب انا يا مستر محتاج طول المستطيل بس هو مديني المساحة ومديني العرض، هنقسم المساحة على العرض. طب انا لو محتاج العرض برضه هنقسم المساحة على الطول. وتعال نبص كده في التمارين بتاعتنا. أول تمرين معانا بيقول لك مستطيل طوله 5 سنتي وعرضه 4 سنتي. خلي بالك يا سنة 5 إن لازم يكون التمييز هنا سنتي وهنا سنتي. ممكن يضحك عليك في مسائل ويديك دي بالديسي ودي بالسنتي. لازم نحول. أول نقطة هنجيب مثلا مساحة المستطيل. تاني هنجيب مساحة المستطيل. مساحة المستطيل يا مستر بتساوي الطول في العرض. تاني الطول في الايه؟ في العرض. نبص مع بعض كده. الطول بكام يا مستر؟ بخمسة. والعرض بكام؟ باربعة. يبقى خمسة في اربعة بعشرين سنتيمتر مربع. طب انا يا مستر لو محتاج محيط المستطيل، تاني محتاج محيط المستطيل. محيط المستطيل هنا بيساوي ايه يا مستر؟ بيساوي الطول زائد العرض الكل في 2. تاني هنكتب هنا الطول زائد العرض الكل في 2.
نركز مع بعض كده. الطول بكام يا مستر؟ بخمسة. تمام. والعرض بأربعة. الكل في كام؟ في اتنين. خمسة وأربعة تسعة. التسعة دي مضروبة في كام؟ في اتنين. تسعة في اتنين بتمنتاشر سنتي. مفيش واحد يكتبها لي سنتيمتر مربع، لأن اتفقنا سنتيمتر مربع في المساحة. نبص في الشريحة اللي بعدها. مستطيل يا مستر مساحته 30 وطوله 6، عايز العرض. تمام. يبقى عرض هنا بيساوي، مديني مساحة وطول، يبقى المساحة على الطول. ونقسم هنا المساحة، 30 على 6 هيديني 5 سنتي. تمام. طب هنا محيط المستطيل يا مستر، محيط المستطيل زي ما اتفقنا القانون بتاعنا، الطول زائد العرض الكل في اتنين. ونبص مع بعض كده. الطول بكام يا مستر؟ الطول هنا بستة. طب والعرض لسه جايبينه بكام؟ بخمسة. الكل في كام؟ في اتنين. ستة وخمسة يا مستر 11. الحداشر دي مضروبة في اتنين، 11 في اتنين باتنين وعشرين سنتي. نبص بعد كده في الشريحة اللي بعدها. المثلث يا مستر، وده موضوع دراستنا النهاردة. المثلث هو مضلع بيتكون من اتحاد ثلاث قطع، مستقيمة متقاطعة. ونخلي بالنا أنواع المثلثات يا مستر، السؤال ده مهم جدا وكان بيجي لنا في الترم الأول. نوع المثلث، لا إما بالنسبة لقياسات زوايا أو أطوال أضلاع. خلي بالك يا سنة خمسة، إن ممكن يقول لك نوع المثلث بالنسبة لزوايا، لا إما يكون حاد أو قائم أو منفرد. إمتى يكون حاد الزاوية يا مستر؟ أما يكون الزوايا التلاتة حادة. طب قائم إمتى؟ لو في زاوية قايمة وزاويتين حادتين. مثلث منفرج امتى يا مستر؟ لو به زاوية واحدة منفرجة وزاويتين حادتين برضه. طب نوع المثلث بالنسبة لأطوال أضلاع، خلي بالنا سنة خمسة إن الحاجات دي مهمة. نوع المثلث بالنسبة لطول ضلعه ممكن يكون متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو مختلف الأضلاع. يبقى امتى بيكون متساوي الأضلاع يا مستر؟ أما بيكون أضلاع التلاتة متساوية في الطول، وقياس كل من وقياس كل زاوية فيه 60 درجة. خلي بالك عشان النقطة دي مهمة. النقطة الثانية، مثلث متساوي الساقين بيكون به ضلعان متساويان في الطول بس. تاني نقطة، تالت نقطة معانا، مثلث مختلف الأضلاع يبقى تلات أضلاع مختلفين في الطول. خلي بالنا من الكلام ده. تعال نبص في الشريحة اللي بعدها. هنا بيقول لك ارتفاع المثلث. هو الارتفاع هنا يا مستر القطعة المستقيمة المرسومة من أحد رؤوس المثلث عمودية على الضلع المقابل لهذه الرأس. وإحنا اتفقنا إن أي مثلث بيكون له كام ارتفاع؟ ثلاثة. وخدناها في الترم الأول في المثلث الحاد الزاوية، الارتفاعات تتقاطع داخل المثلث. طب عند المثلث القائم الزاوية يا مستر؟ عند رأس الزاوية القائمة. المثلث المنفرج الارتفاعات تتقاطع خارج المثلث. تعال نبص كده. انا لو مستر لو عنده مثلث اهو اسمه الف ب ج وعملت له ارتفاع وليكن من الف كده لحد هنا، بس نزل عمودي واسمي النقطه دي د، يبقى هنا عندي افرق ما بين نقطتين يا سنه خمسه، قاعده والارتفاع. تاني عايز افرق ما بين نقطتين، القاعده والارتفاع. وليكن الارتفاع نزل من عند الراس الف اهو، يبقى الارتفاع ده كله اسمه ايه يا مستر؟ الف د. طب والقاعده اسمها؟ القاعده يعتبر اللي هي شايله الايه؟ الارتفاع اللي هي ب ج. وتعال نبص للقانون بتاع محيط المثلث والمساحه ونشوف هنتعامل معاهم ازاي. احنا عارفين من سنة رابعة إن محيط المثلث بيساوي مجموع أطوال أضلاع. طب لو كان مثلث متساوي الأضلاع يا مستر، طول الضلع في تلاتة. أما مساحة المثلث هنا بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع العمود عليها، أو ممكن نقول له الارتفاع المناظر. هي هي. طول قاعدة المثلث يا مستر بتساوي اتنين في مساحة المثلث على الارتفاع. تاني
انا لو عايز الطول يا مستر هقول 2. خلي بالك هنا كانت هنا نص، اصبحت هنا 2. 2 في المساحة على الارتفاع. طب الارتفاع المثلث بيساوي 2 برضو في المساحة على طول القاعدة. طب لو مثلث قائم الزاوية يا مستر هي هي نص، فحاصل ضرب طول ضلعي القائمة. يعني يا مستر تعال نبص كده، معانا أمثلة كتير هنا وعايزين نشوف، عايزين نفرق ما بين القاعدة والارتفاع ونشوف هنشتغل هنا ازاي. بص معايا، هي مساحة المثلث أ ب ج، وليكن القاعدة ب ج والارتفاع أ د، لأن القاعدة ديت هي اللي شايلة الارتفاع أ د، يبقى هقول له نص في القاعدة كام يا مستر؟ 8 في 5. يا مستر ده ضرب أعداد طبيعية في كسور، نفرقها ازاي؟ هناخد دي على بعضها، نص الثمانية 4، 4 في 5 ب 20 سنتيمتر مربع. طب يا مستر لو مثلث قائم الزاوية عادي يا مستر، نعتبر دي قاعدة وده ارتفاع، أو ده قاعدة وده ارتفاع، يبقى هنقول نص في القاعدة كام؟ 12 في الارتفاع كام؟ 5. نص ال 12 يا مستر 6، 6 في 5 ب 30 سنتيمتر مربع. خلي بالك بقى من النقطة ديت، لو أنا عندي مثلث منفرج الزاوية، احنا اتفقنا الارتفاع بيكون من بره، مديت القاعدة على امتدادها، وتعال نشوف يا مستر هنا ده بالديسي وده بالسنتي، يبقى لازم نحول تاني يا مستر، ده بالديسي وده بالايه؟ بالسنتي، يبقى هنا لازم نحول. هنحول ازاي يا مستر؟ نبص مع بعض كده، ده 3.4، يبقى لازم نحولها، هناخدها كده 3.4 دي سي، نحولها للسنتي يا مستر ازاي؟ من الديسي للسنتي زي ما احنا واخدين بنضرب في 10، واحنا كنا واخدين ضرب يمين وقسمه شمال، يعني ايه الكلام ده برضو يا مستر؟ هنضرب في 10 يبقى حرك العلامه يمه اليمين، يبقى هتكون كام؟ 34. يبقى هنضرب نص في 34 في 15، وتعال نشوف هتطلع كام كده؟ نص في 34 في 15، بالآلة الحاسبة هتطلع كام؟ 255 سنتيمتر مربع. تعال نبص في المثال اللي بعده، هنا عندك في المثال ده مساحة المثلث أ ب ج بتساوي، هنا هنقول القاعدة في الارتفاع، تاني هنقول القاعدة في الارتفاع، بس هنا هناخد نص طول القاعدة في الارتفاع، يا مستر دي القاعدة وده الارتفاع، يبقى نص في 10 في 5، نص العشرة كام؟ 5، يبقى 5 في 5 25 سنتيمتر مربع. طب هنا مثلث قائم يا مستر نتعامل معاه ازاي؟ مفيش مشكلة خالص، هنا القاعدة اللي هي 3 وده الارتفاع، يبقى نص في 4 في 3، نص الاربعة كام يا مستر؟ 2، 2 في 3 ب 6، 6 سنتيمتر مربع. المثال الاخير معانا، نبص كده مع بعض، هنا هعتبر القاعدة اللي هي عندي بيكون عندي ارتفاع يا مستر والايه والقاعدة، او القاعدة والارتفاع المناظر، القاعدة بكام؟ بستة والارتفاع المناظر باربعة، يبقى نص في ستة في اربعة، نص الستة كام يا مستر؟ 3، 3 في 4 ب 12 سنتيمتر مربع. تعال نبص في الشريحة اللي بعدها، بيقول لك هنا مدينا هنا في الشكل المقابل المثلث ا ب ج قائم الزاوية في ب، تاني قائم الزاوية في ب، وأ ب ب 8 وب ج ب 6 وأ ج كلها ب 10 وب ج بكام؟ ب 6.
تاني ب ج بكام؟ بستة. تعال نبص هنا كده يا مستر، هو بيقول لك عايز مساحة المثلث. هي مساحة المثلث هنا بتساوي ايه؟ تعال نجيبها كده، مساحة المثلث بتساوي نص في طول القاعدة في الارتفاع، تاني نص طول القاعدة في الارتفاع بيساوي نص في القاعدة كام يا مستر؟ احنا اتفقنا اي مثلث قائم الزاوية طول قاعدتين او طول ضلعي القائمة، تاني هناخد ضلعي القائمة اللي هي نص في 8 في 6 هيديني كام؟ نص ال 8 4، 4 في 6 ب 24 سنتيمتر مربع. يبقى انا كده جبت يا مستر المساحة ب 24. رجع بعد كده قال لك انا عايز ب د، هو ب د ده يا مستر بيمثل لي ايه؟ تاني ضلعي اهو نازل ارتفاعه، ده بيمثل لي الارتفاع، يبقى ب د بيمثل لي الارتفاع. تاني يبقى الارتفاع هنا بيساوي ايه يا مستر؟ لو رجعنا ورا 2 في المساحة اللي هي 24 على طول القاعدة، يبقى 2 في 24 على 10. يلا 2 في 24 48 على 10 هيديني 4.8 من 10 سنتي. وتعال نبص في المثال اللي بعده، أيهما أكبر في المساحة؟ مستطيل طوله 9 سنتي وهنا عرضه 5، المثلث طول قاعدتي كذا وارتفاعه كذا، ثم أوجد الفرق بين المساحتين. أول حاجة هنجيب مساحة المستطيل، تاني هنجيب مساحة المستطيل، مساحة المستطيل، وبرضه هنجيب هنا مساحة المثلث، مساحة المثلث. تعال نشوف كده، مساحة المستطيل زي ما احنا اتفقنا الطول في العرض، الطول بكام يا مستر؟ 9 والعرض في 5، 9 في 5 ب 45 سنتيمتر مربع. طب مساحة المثلث نص في طول القاعدة في الارتفاع، تاني نص طول القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في طول القاعدة مدهولنا بكام يا مستر؟ ب 12 والارتفاع 7، نص ال 12 كام يا مستر؟ تاني نص ال 12 6، 6 في 7 ب 42 سنتيمتر مربع. هو عايز هنا الفرق، تاني هنجيب الفرق هنا بيساوي نكمل مع بعض كده سنة 5، إن الفرق هنا بيساوي الكبير ناقص الصغير، يبقى 45 ناقص 42 هيديني كام؟ 3 سنتيمتر مربع. تعال نبص في المثال اللي بعده، هنا بيقول لك أكمل لتحصل على العبارة الرياضية صحيحة. مساحة المثلث اللي طول قاعدته كذا 9 سنتي وارتفاعه 12، يبقى عايز هنا المساحة، يبقى هنقول له نص في القاعدة كام؟ هنا 9 في 12. خلي بالك نص ال 12 كام؟ 6، 6 يبقى ثواني، نص ال 12 6، 6 في 9 هيديني كام؟ 54 سنتيمتر مربع. نبص في المثال اللي بعده، مديني مساحة المثلث اللي طول قاعدته 5 وارتفاعه 5، تاني مساحة المثلث اللي طول قاعدته 5 وارتفاعه 5، يبقى تضرب نص في 5 في 5 ونشوف هتطلع كام. يبقى نص في 5 في 5، 5 في 5 ب 25 على 2 هيديني 12.5 سنتيمتر مربع. نبص في المثال اللي بعده، هنا مساحة المثلث الذي طول قاعدته 2 ديسي، تاني 2 ايه؟ ديسي، يبقى لازم احولها يا مستر من ديسي لسنتي نضرب في 10، اصبحت كام؟ 20 وارتفاعه 8، يبقى نص هنضربه في 20 في 8، نص ال 20 كام يا مستر؟ 10، 10 في 8 هيديني 80 سنتيمتر
مربع. وبكده نكون خلصنا سنة 5، واتمنى ان احنا نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.